أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ سلسلة فيديوهات جديدة عن اختبارات سلامة والأمان للسيارات، والكلام طبعا على اليورو إنكاب أو اختبارات سلامة الأوروبية، وهي الاسم الأكثر شهرة وثقة ورعب بالنسبة لصانع السيارات. في البداية هنتعرف على اختبارات سلامة الأوروبية وتاريخها، وهنشوف موقع اليورو إنكاب ونفهم معاني الرموز والنجوم اللي بتتقيم بها السيارات، وفي آخر الفيديو هنشوف نتيجة اختبارات 2019 والسيارات اللي حققت 5 نجوم والسيارات اللي فشلت. طبعا نجاح سيارة في هذه الاختبارات بيعني مبيعات أكتر وثقة من المستهلكين، أما فشل سيارة في هذه الاختبارات بيعني دمار سمعة الشركة المصنعة وهبوط أسهمها، وفي أغلب الأحوال طبعا بيع الشركة وتسريح موظفينها، وده طبعا في الشركات الأوروبية والأمريكية. حوادث السيارات وسلامة السيارة قضية تلقت اهتمام كبير منذ زمن طويل، فبالرغم من مستويات السيارات الابتدائية قبل مطلع القرن العشرين بأعوام، وأيضا بالرغم من قلة أعداد السيارات في ذلك الحين، إلا أن عدد الحوادث كان شائع في ذلك الوقت، وكانت بتصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من بين كل 10 أشخاص شخص، وهو رقم اللي وصل ل 50,000 حالة وفاة سنويا في أمريكا خلال السبعينات قبل أن تشهد انخفاض كبير في عدد الوفيات. فالكثير من الأدوات اللي ساهم ظهورها في السيارات من تقليل عدد الحوادث زي إشارات الدوران عند الانعطاف لليمين أو اليسار لم تقدم للعالم إلا في سنة 1937 عن طريق شركة بيوك. أما بالنسبة لحزام الأمان فكان ظهوره الأول عام 1948 عن طريق شركة توكر في أحد سياراتها الاختبارية، وطور الحزام لعدة أشكال حتى وصل إلى تصميمه الحالي اللي صممته شركة فولفو عام 1959، كل ما كانت تريده هو أن يكون تطبيقه إلزامي في دول العالم، وكانت هديتها للبشرية للتقليل من وفيات حوادث السيارات، وهو ما حدث بالفعل في خلال احتفالات المملكة المتحدة بريطانيا في يناير من هذا العام. بمناسبة مرور 32 سنة على إجبار السائقين بارتداء حزام الأمان، أعلنت الحكومة البريطانية أن ارتداء حزام الأمان ساهم في تقليل وفيات الحوادث إلى نسبة 25% وتقليل نسبة الإصابة القوية بنسبة 29%. أبرز الاكتشافات اللي قلت من وفيات حوادث السير هو اكتشاف وسائد الهواء عام 1967، وخلال 40 سنة ساهمت وسائد الهواء في السيارات بالحفاظ على حياة 300,000 شخص ممن عانوا من حوادث سير قوية في الولايات المتحدة الأمريكية. فالوسائد الهوائية الأمامية أصبحت إلزامية في السيارات سنة 83، بينما طبق نفس الأمر على الوسائد الهوائية في الجانبين الأيمن والأيسر سنة 1994 قبل إعلان إلزام شركات السيارات بإضافة وسائد الركبة الهوائية عام 96. عند الحديث عن معايير السلامة المتوفرة في السيارات حاليا، يجب أن نذكر متطلبات السلامة بشتى أنواعها، زي نظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيك، مقعد الطفل، حدة المصابيح، الكثير من الأشياء. وبعض الدول في العالم زي أستراليا لا تسمح لأي سيارة تحصل على تقييم أقل من 4 نجوم من 5 بالسير في شوارعها، واهتمام الحكومة الأسترالية بهذا الشأن زاد من وعي الناس. فسنة 2004 مثلا كانت معظم السيارات اللي اقتناها الناس هي تقييم 4 نجوم من 5، بينما سنة 2009 كانت 5 نجوم، هي أكثر السيارات مبيعا في البلاد. الغريب إن في سيارات كتير جدا بتشوفها ماشية في الشارع المصري فشلت في اختبارات السلامة الأوروبية والأمريكية، وفي أنواع أصلا ما دخلتش علشان تتقيم، ومنها طبعا السيارات الصينية والهندية. رغم ذلك للأسف محدش بيعرف عنها حاجة، ولسه بنشتريها بأسعار مبالغ فيها مع إن ممنوع بيعها في دول كتير جدا. في مصر إحنا مش بناخد موضوع وسائل الحماية والأمان مأخذ الجد، ممكن يكون ده مثلا بسبب عدم اهتمام الناس بموضوع الأمان واعتقادهم إن وسائل الأمان مش هتفرق كتير، وساعات بيبقى فهم خاطئ للدين، وتلاقي واحد مثلا يقول لك الحذر لا يمنع القدر وكلام من هذا القبيل. المهم الناس دي أنا بقول لهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولو في إمكانية بتحمي بها نفسك وولادك من الحوادث القاتلة والإصابات ليه بتستهتر وبتبخل؟ وفي ناس تانية طبعا يعني سبب عدم اهتمامهم بوسائل الأمان في السيارات قلة الفلوس والمبلغ اللي معايا دوب بيجيب عربية صيني مثلا أو حاجة قديمة مستعملة. طبعا الناس دي بنقول لهم ربنا يوسع عليكم ويكفيكم شر الطريق. عموما الموضوع كبير وهياخد فيديوهات كتير، كل فيديو هيبقى فيه نتيجة اختبار لنوع من السيارات مع شرح مفصل للاختبار ومعلومات عن أنظمة الأمان الجديدة. وأنا متأكد إن الفيديوهات اللي هتشوفوها هتغير رأيكم في موضوع وسائل الأمان، وهتدوروا قبل ما تشتروا عربية على تقييمها في اختبار السلامة الأوروبية. اختبارات السلامة الأوروبية اليورو إنكاب هي أول أهم اختبارات سلامة معترف بها أوروبيا وعالميا لاختبار السيارات الجديدة. بدأت سنة 96 وكانت أول عربية بتختبر هي الفولفو S40 اللي تحصلت على 4 نجوم من 5، بينما كانت العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ المعهد عام 2001 للسيارة رينو لاجونا بسبب إضافتها لتقنية جديدة بتذكر السائق عند نسيان وربط حزام الأمان. طبق معهد السلامة العديد من الأمور على شركات السيارات زي مثلا سنة 2003 بإلزامهم بتوفير أماكن مخصصة لكراسي الأطفال. لا يمكن لليورو إنكاب اختبار كل سيارة جديدة يتم طرحها في السوق، ولا يمكن اختبار جميع المتغيرات لكل سيارة بتقدمها الشركة المصنعة. لتوفير أوسع مجموعة من المعلومات للمستهلك بيتم في كل
عام اختبار مجموعة من النماذج الأكثر شعبية وإثارة للاهتمام، وهي سيارات جديدة بتدخل السوق. ومع ذلك يمكن لليورو إنكاب اختبار سيارات معروضة للبيع بالفعل. بيحتاج الاختبار إلى ما يصل إلى 4 سيارات لتقييم اليورو إنكاب. إذا كان طراز السيارة معروض بالفعل، فسوف يقوم اليورو إنكاب بشراء السيارات من التجار بنفس الطريقة اللي بيشتري بها المستهلكين. بيتم شراء السيارة بشكل مجهول، إما من وكيل واحد أو من عدة موزعين في أماكن مختلفة. بمجرد من تكون السيارة في مختبر اليورو إنكاب، بيتم إبلاغ الشركة المصنعة بأرقام تعريف السيارة اللي هي الـ VIN، وبيطلب منهم تأكيد المواصفات. من المهم بنشر النتائج في أسرع وقت ممكن في دورة حياة السيارة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المستهلكين من اتخاذ قرار واضح. هذا يعني أن اليورو إنكاب بتختبر أحياناً سيارات لم تتوفر بعد لدى التجار. في هذه الظروف بيختار اليورو إنكاب السيارات من الإنتاج المبكر، وقد يزور اليورو إنكاب مكان التصنيع لاختيار السيارات بشكل عشوائي، أو قد يتم اختيار الـ VIN بشكل عشوائي من قائمة مقدمة من الشركة المصنعة. عندما تصل السيارات إلى المختبر بيتم فحصها للتأكد من أنها بتحتوي على العناصر الصحيحة من معدات السلامة. تحت أي ظرف من الظروف هتختبر اليورو إنكاب المركبات التي لم تتم الموافقة عليها بشكل كامل، أو ليست من إنتاج متسلسل، أو غير قابلة للبيع قانونا لعامة الناس مثلا. أي دليل بيتم العثور عليه قبل اختبار العربية أو خلال الاختبار أو بعدها، واللي بيلقي بظلال من الشك على حالة إنتاج المركبات، بيؤدي تلقائيا لنتيجة غير صالحة ومتابعة التحقيقات. بيتم اختبار السيارات في التصادم الأمامي على سرعة 64 كيلومتر في الساعة، وفي الاختبار الجانبي بتكون سرعة الجسم المصطدم بالسيارة 50 كيلومتر في الساعة، وفي اختبار العمود بتكون سرعة السيارة 29 كيلومتر في الساعة. بتعتبر حياة الإنسان وسلامته هي أغلى ما يملك، لذلك بيعتبر عنصر السلامة لدى الكثيرين هو أهم عناصر السيارة. فالسيارات بتحتاج إلى معايير معينة للوصول إلى أعلى درجات السلامة، وهي الحصول على 5 نجوم في اختبار السلامة اللي بتجريه العديد من معاهد اختبارات السلامة، وأهمها طبعا اليورو إنكاب. خلال هذا الفيديو هنستعرض المعايير والأدوات المهمة اللي بيلزم توفرها في السيارات للوصول لمستوى 5 نجوم في السلامة، كما سنستعرض نبذة بسيطة عن ضوابط المعهد الأوروبي. بتنقسم أساسيات السلامة في السيارة إلى 3 أقسام. أولهم مزايا السلامة اللي بتمنع حدوث حوادث السير، زي فرامل الطوارئ الأوتوماتيك اللي هي الـ AEB، زي التحكم الإلكتروني للثبات اللي هو الـ ESC، تحكم في الجر اللي هو الـ TC. بينما القسم الثاني من أساسيات السلامة هي سلامة السيارة نفسها عند وقوع الحوادث، زي حزام الأمان والوسائد الهوائية، وأيضا المناطق المجهدة في هيكل السيارة الخارجي واللي بتقلل من حدة الحوادث. وآخر هذه الفئات هي المزايا اللي بتقدم للسائق نفسه. فشركات السيارات بتعمل لجعل قيادة سيارتها أسهل وأكثر راحة، زي توفير عدة اتجاهات لتحرك الكرسي وما شابه ذلك يعني. وهذه الأمور الثلاثة سنستعرضها بشكل مفصل. بداية مع فرامل الطوارئ الأوتوماتيك اللي هي الـ AEB. التقنية دي بتساعد السيارة في تقليل حدة حوادث السير، وفي بعض المرات بتمنعها بشكل كامل. فهذه التقنية بتشعر بقرب حدوث حادثة، فعند محاولة سائق السيارة الضغط على الفرامل بشكل قوي، بتقوم هذه التقنية بدورها، وهو الوصول إلى أعلى مرحلة من الضغط على الفرامل حتى عند رفع السائق رجله من ضغطة الفرامل. أما تقنية التحكم الإلكتروني للثبات اللي هي الـ ESC، التقنية دي بتساعد على تقليل الانزلاق أو فقدان السيطرة على السيارة. فهي بتعمل عند فقدان قائد السيارة السيطرة على سيارته، وبتقوم بالضغط على الفرامل بشكل تلقائي لإيقافها تماما. أما بالنسبة للتحكم في الجر اللي هو TC، التقنية دي بتعمل عند التسارع عن طريق حساب معدل دوران الإطارات الأمامية والخلفية، وهي اللي بتمنع قبل حصول الحوادث من دوران الإطارات، وأيضا بتقوم بتخفيف قوة أداء المحرك للتخفيف من ضرر الحادث. وإضافة إلى ما سبق، فيلزم في السيارة توفر خصائص أخرى مثل الـ ISA المختصة بتنبيه السائقين عند اجتياز السرعة القصوى للطريق. اما بالنسبه لخصائص السياره الامانيه عند وقوع الحوادث، فدي معروفه زي حزام الامان وسائل الهوائيه، اضافه الى سندات الراس اللي بتحمي الراس والرقبه، وهي اماكن طبعا حساسه عندك في كتير من الحوادث، اضافه الى وجود مناطق القابله للتهشم في السياره. والمناطق دي متوزعه في الجهه الاماميه والخلفيه من السياره، بتقوم بامتصاص الطاقه القويه اللي بتصدرها الحادثه، وهي ما تحمي السائق والركاب الاخرين. كما يجب توفر مقصوره ركاب قويه وتقويه الابواب الجانبيه للحمايه من جوانب السياره. أما الفئة الأخيرة من السلامة هي ما توفره شركات السيارات من أنظمة للسائق، زي الكاميرا الخلفية والحساسات الأمامية والخلفية، إضافة إلى القدرة على تغيير مقعد السائق لضمان القيادة بكل أريحية وسهولة، كما أن توفير العدادات اللي بتشير إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة مثلا، أو إشارة تغيير زيت السيارة. كل الأمور دي بتساعد في ضمان سلامة قائد السيارة. بعد ما تعرفنا على تاريخ وطريقة تقييم السيارة، هنبدأ نتكلم عن موقع اليورو إنكاب. الموقع ده في كل فيديو هنشرح منه جزء بسيط. في الفيديو ده هنتكلم عن تقييمات النجوم وايه اللي بتستند اليه اليورو إنكاب في التقييم. يعني مثلا الـ5 نجوم معناها اداء جيد في الحمايه من الاصابات، والسياره بتكون مجهزه تجهيز جيد مع تقنيه قويه لتفادي الاصطدام. الـ4 نجوم معناها الاداء جيد في الحمايه من الاصابه، والسياره مجهزه تجهيز متوسط مع امكانيه وجود بعض امكانيات تفادي الاصطدام. بالنسبه للـ3 نجوم دي معناها حمايه متوسطه من الاصابات، ولكن السياره بتفتقر لتقنيه تجنب الاصطدام. بالنسبه للـ2 نجمتين معناها حماية أساسية من الإصابات، والسيارة بتفتقر لتقنية تجنب الاصطدام تماما. النجمة واحدة دي بقى بتعني حماية ضعيفة من الإصابات، يعني من الآخر حزامين أمان واتنين وسادة هوائية
وتوكل على الله. ندخل على الموقع علشان نفهم معاني بعض الصور. بالنسبة لتقييم الأمان في السيارات تم تقسيمه إلى 4 أقسام. أولا حماية الركاب البالغين، طبعا المقصود بيها السائق والراكب اللي بيسموها الأدلت أوكيبنت. ثانيا حماية الأطفال الشايلد أوكيبنت في الكنبة الخلفية، طبعا مش زي عندنا هنا طبعا بنقعده على حجرنا ونعلمه السواقة. ثالث حاجة حماية مستخدم الطريق أو المشاة اللي هو بيسموها Vulnerable Road User اللي هو VRU، وده اللي احنا بندوس عليه هنا في مصر. رابعا مساعدات السائق وتقنية تجنب الاصطدام اللي هي Safety Assist. هي دي أساسيات التقييم لكل السيارات. هندخل بعد كده على تقييم السيارات لعام 2019. أول حاجة معنا هنا السيارة Citroen C5 ودي 5 نجوم. بالنسبة للبالغين عاملة 89%، لأمان الأطفال عاملة 86%، لأمان المشاة عاملة 67%، لمساعدات السائق عاملة 82%. السيارة فولكس فاجن 5 نجوم برضو 97%، 86%، 81%، 80%. السيارة سيات عاملة 5 نجوم 97%، 84%، 79%، 79%. الليكزس 5 نجوم 96%، 85%، 82%، 77%. التويوتا كرولا 5 نجوم، سيارة تويوتا رافا 5 نجوم برضو، الهوندا سي ار في 5 نجوم، الاودي عاملة 5 نجوم، سيتروين سي 5 5 نجوم، رينو عامله 5 نجوم، رينج روفر عامله 5 نجوم، المازدا 5 نجوم، المرسيدس بنز جي كلاس عامله 5 نجوم. ده بالنسبه للسيارات الناجحه. بالنسبه للسيارات اللي فشلت هنشوف دلوقتي السيارات اللي فشلت سنه 2018. عندنا السياره الفيات باندا، دي طبعا ما عملتش ولا نجمه. طبعا بالنسبة للأمان البالغين 45%، أمان الأطفال 16%، أمان المشاة 47%، مساعدات السائق 7%. طبعا ده أرقام سيئة جدا. الجيب رانجلر دي عاملة برضو نجمة واحدة، البالغين 50%، الأطفال 69%، بالنسبة للمشاة 49%، مساعدات السائق 32%. دي طبعا كانت صدمة سيارة جيب رانجلر. 2017 السيارة الفيات بونتو برضو ما جابتش ولا نجمة، عاملة للبالغين أمان البالغين 51%، أمان الأطفال 43%، المشاة 52%، مساعدات السائق 0. أشكركم لحسن المتابعة وأتمنى أن تكون المعلومات مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.